اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا روكت ليج. اليوم راح نجرب 4 سيارات لاول مره اسويها في مقطع. اكثر شيء سويته اللي هو 3 سيارات كانت كامري، موستنج، كامارو، وحسني ما اعطيتهم حقهم. اذا تبون ننزل مقطع مختلف كذا خاص كل سياره اعطوني رايكم بالكومنتات. اليوم راح نلعب 4 سيارات الباتمان، مجهزه هنا معكم باتموبيل 2016، وعندنا هذه باتموبيل 1989، وهذه باتموبيل 2022 تعتبر جديده، وعندنا اخر شيء الدارك نايت، ذا دارك نايت تمبلر. هذه سياره باتمان المدرعه، باتمان شكله كبير جدا جدا حتى بطريقه اللعب راح تشوفون. فراح نبدا بهذه السياره وراح نختار كل سياره لها جيم. لايك اذا عجبتكم فكره المقطع، واشتركوا اذا ما انتم مشتركين، ترى اغلب اللي يشوفون المقطع ما اشتركوا، فتكفون تكفون تكفون اشتركوا في القناه. وشكرا لكم، كود فيصل في الايتم شوب، كود فيصل في روكت ليج اكسشينج اللي يبغى كريدت، موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، وارخص من اللعبه. هيك بسيط يعني. راح نشوف كم سياره نقدر نفوز فيها، اذا فزنا جيمين سيارتين مختلفتين، جيمين خسرنا راح نلعب جيم زياده نشوف هل نفوز ولا لا، اذا خسرنا 3 أيام من 5 راح يكون جيف اوي على الانستغرام، فتابعوا الانستغرام وشكرا لكم. خلونا نبدا، بسم الله. يلا يلا بسم الله. اوكي خوينا رجع وانا رجعت. ممتاز ممتاز ممتاز. والله العظيم يعني توقعت انه مو بجاي هذا الشخص الثاني، للاسف كان موجود. روح يا ساتر، والله صدها خوي عيني يا ساتر، والله تبليك الارض، والله السياره تبلك مره لك. يوه يا خوي لا لك يا خوي. والله انا قلت بخش عشان خوينا يكون موجود ويقدر يصدها. فيك ولا ما فيك؟ كان خوينا متاخر شوي. عيني عيني اللي ورا كان ناوي يصدمني خلاص، او اللي قدام عندي، شوف كيف شطفني يا ساتر. نايس نايس، والله كانت نية بلوك بس ما ادري ايش صار. البوست عيني لو حرام، والله حرام. كانت النية فيك بس هو مبلك مبلك يعني. يوم شفت خش قلت خلني اكمل الكورة. لا 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 يا خوي، لك لك يا خوي، تكفى. الو يا ساتر، شوف كيف العارضة جت يا عمي. ما يتفجر ذا، ما يتفجر. لا والله والله اول جيم خساره. خوي ما قصر، بس اللي ضدنا والله يلعب يلعب لعب مو طبيعي. نشبت الارض، شباب كثروا من المويه، اشرب مويه كثير. ها اشرب مويه كثير. بسم الله، نفسه نفس الشخص هذا. يمكن الجيم ترى ما يحسب لانه نفس الشخص شباب. يعني يعني ايوه ايوه بلكت بلكت بلكت. الله نيد بوست. نايس بس نايس نايس الحمد لله. كيف تدخلنا مع نفس الاشخاص كلهم؟ يا عيني يا عيني يا عيني. نايس شوت والله. ان شاء الله خوينا لعيب يكرينا شوي لان لعبنا زي وجهي فوق كذا. قاعد العب سيارات ما متعود عليها. حلوه. بو 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 بو. والله نايس شوت. طب ليش الزاويه يا شيخ؟ تكفى. اوه كريتوس يا شيخ، والله نايس الحمد لله. ايه الو يا ساتر، والله على بالي ضاعت يوم طقت في العارضه يا ساتر. لا اله الا الله. لا 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 ادانا بالسياره والله حلو، والله حلو. نفس الاشخاص فهذا اداء يعني مشرف. مثانيكيه حلوه حلوه. شوت ايوه روح روح ايوه الجنب لو. والله كانت الفكره حلوه يا شباب، بس هجت فيني شويه. نفس الجيم اللي قبل شوي، شوف كيف رجع بالزمن، رجع بالزمن يصدم ما انفجر، قبل شوي اصدمه ما ينفجر. تيزي يوم خساره يوم فوز، الله يستر من الجاي. ودينا عند هذه السياره 2022، شباب كود فيصل واشتركوا اذا ما انتم مشتركين، الله يسعدكم يعني. شكرا شكرا اللي قاعدين يشتركون. في المقطع الاخير ذكرتكم بالاشتراك،
مختار خيل روكت ليج، وفي ناس اشتركوا اكتشفوا انه مو قاعد يشتركون قبل او ما كانوا مشتركين وقت ما يشوفوا المقطع. فاللي ما عنده حساب يسوي حساب، لو نوصل 800,000 في اقرب وقت الله يسعدكم يعني. بس شكرا لكم والله يا اخوان. جمب ريست ودي اتعلمه في اقرب وقت. عارف اسوي جمب ريست، ما اعرف اسويه واشوت الكوره زي الناس يعني. ما اقدر اسوي جمب ريست في اي وقت، ما اقدر اشوت في وقت زي الناس. والله حاولت اني اخر الكوره قد ما اقدر. جرود بوس يعني، الحمد لله اني موجود في ذا المكان. بدي يجيني لاق يا شباب، بدي يجيني لاق. الله يستر. الو الو الو، تصديم. الو لا تقول هدف، شكله هدف. الله يا ساتر، والله يا ساتر. خفيكنج يا اخي، اعوذ بالله الطقه. والله وش تلاقي اللي قاعد يجي. نايس. لا 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 والله راح اصدم عشان ما اخرب عليه. ماله ماله. الو الو شرطه. عليه ما عليه يا اخوي، ما عليه. باذن الله الفوز اهم شيء. انا اللاك هذا ما ادري ايش وضعه، الله قهرني. تكفى. لا الشوت الخايسه، لا يا اخوي، لا لا لا. تكفى. اينو الشوت يا شيخ، قاعد اقول يا رب يا رب ان خوينا موجود. الحمد لله يا رب. ما في التلكيم هنا. القهر. روح روح يا خوي، روح علي، روح. الله يقولك يا خوي. لا 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 لا، خذ مساحة ما لها داعي والله. ايوه اشوت اشوت. يزعمون 4-1 زي الجيم اللي قبل شوي. ايش ذا؟ ايش قاعد يصير؟ ما ادري ترى. لا والله ما سووا جول. لا والله مو جول. ايوه جولك. يبغى يفيك خوينا. الحمد لله الحمد لله. اهم شيء هو بالمرمى، اهم شيء. الو يبلك يبلك، كل واحد يبلك الثاني، هذا وضعه. الو يوه كريت باس، والله كريت باس. ايوه ايوه يا البلوك. ايوه 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 طقه ثانيه. اعوذ بالله الطقه. جي جي والبيت. جيمين فوز الحمد لله يا رب. الحمد لله ان شاء الله الحين ما نخسر يا رب. يا رب ما نخسر في الدارك نايت، بس انها ثقيله. هذا بس تصديم شوتات، غير كذا انت بلاقي شيء. حلو حلو حلو، بس بطيئه يا اخي. يا ساتر. لا يا اخوي ما تخش معي. الحمد لله يا ساتر. وين افك؟ حلو. افك يا عمال، والله فقدت الامل. قلت بقى انشب شوتي خايسه. الله يهديك يا اخوي، الله يهديك. حرفيا ما كنت ادري متى بينط بالضبط. ايوه جا جا جا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان رجع خوينا، ولا كان فقدت الامل صدق. ايوه افك. الحمد لله على السلامة. نحب نلعب باي سيارة غمض، واذا طلعت سيارة من باتمان او من سيارة باتمان نختارها. لا والله ما طلعت كذا، ما طلعت كذا. اوكي حكي مخير، زي ما قلنا خسارتين فوزين نلعب جيم زيادة. والله العظيم ذي السيارة حقت باتمان اقسم بالله العظيم انها طرب، فيها طرب في البلوكات في الشوت كل شيء. الطيران فيها ممتع مرة. يا ساتر بسم الله. ما بجديد متفائل، متفائل جدا بعد. كني كبت خوينا شوي. الحمد لله الحمد لله.
مو بكذا عاد، مو بكذا عاد، مو بكذا. وش ذا الحظ؟ توني متفائل ما ادري ايش صار. ان شاء الله خوينا لعيب باذن الله. اكبر عرضه. والله توقعت هو غلط مني اني اروح اخذ البوست عندهم. نايس، الحمد لله الحمد لله يا رب. اغلبوا على بعض، ما ادري ايش وضعهم مع انهم يعني بارتي واحد، لكن ما ادري ايش صاير. ديك خوي والله يمديك. نمبر 6 والله نايس، اسطورتي يا اخوي. والله اني فقدت الامل بعد الهدفين هذه بشكل كذا صغير يعني. تو انا بدايه الجيم. والله يمديك يا اخوي، تكفى. اوكي ضيع، الحمد لله. والله رفستني رفسه. تكفى يا اخوي، تكفى تكفى. ايوه ايوه، حلوه حلوه. امشي اخر وقت بس عشان ناخذ بوست. امشي امشي بعد انت باصيون بعد. والله فهمها هذا. نو بوست، نو بوست يا خوي، نو بوست، نو بوست، تكفى. الله جاب العيد بعض. حلو حلو الحمد لله. بساتة والله يا نشب الحارة ذا. الله 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 يا القرايه، مع اني يعني جبت ليد في القرايه بس الحمد لله طقيتها. يلا يلا يلا، 3-2، امور طيبه الحمد لله يا رب. الحمد لله. هذا الجيم اللي يفصل بين اني اسوي جيف اواي على انستغرام ولا لا. فتابعوني على انستغرام يعني، يمكن اذا ما سويت اليوم اسوي بعدين. ما معي بوست، حلو. يمديك يا خوي يمديك. نايس يا اسطوره، والله خوينا جامد. يعجبك. اخ اخ، لو الكره قريبه بس. الله عنوك عين يا شيخ. وي طلعوا. وي يا شيخ الحمد لله. جي جي، يعطيكم العافيه مشاهدي، ان شاء الله استمتعتوا. واللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات، انا اراكم في المقطع الجاي ان شاء الله. سلام.